طيب امبارح بقى كان مباراه تاريخيه ما بين النادي الاهلي ونادي بايرن ميونخ. المباراه دي كان فيها احصاءات كثيره جدا وارقام كثيره جدا، كلها الحقيقه كانت في صالح بايرن ميونخ لانه افضل نادي في العالم. اكيد عايزين نتكلم شويه عن الاحصاءات العامه لهذه المباراه. طبعا الاحصائيات العامه لمباراه النادي الاهلي وبايرن ميونخ كلها زي ما حضرتك تفضلت وقلت بتصب في صالح بايرن ميونخ، سواء طبعا في الاستحواذ او حتى في عدد التمريرات. عدد التمريرات كان كبير جدا، بنتكلم نادي بايرن ميونخ قدام النادي الاهلي عمل ما يقرب من 790 تمريره في المباراه مقابل ما يقرب من 330 تمريره للنادي الاهلي. طبعا احنا شفنا الاستحواذ عملوا في الناس دول والاستحواذ ده يعني عايز اقول حاجه بسام، والله بجد المباراة دي مهمة لينا انها بتوصلك ان انت تشوف بعض الاساليب اللي ممكن انت تاخدها وتطبقها على مستوى القاري عشان توسع الفجوة. يعني النهارده كنت انا النهارده بناطح نادي بايرن ميونخ بطل اوروبا وبطل الدوري الالماني بهذا الشكل، انا النهارده اقدر اخد خبرات من المباراة دي وابدا اطبقها. واحنا طبعا مشوارنا ان شاء الله هيبدا الاسبوع الجاي في مباراة المريخ السوداني في دور المجموعات، فهي امور احنا ممكن ان شاء الله نستفيد منها. فبالتالي لما نشوف نادي بايرن ميونخ امبارح وهو في اسلوب تمريراته والارقام اللي معانا زي ما قلت، ارقام نادي بايرن ميونخ 790 ما يقرب من 790 تمريره مقابل 330 تمريره النادي الاهلي، ده بسبب الاستحواذ وهانز فليك بيلعب على الاستحواذ. برضو اعتقد كان في طبعا ركنيات، كان 7 ركنيات لنادي بايرن ميونخ مقابل 0 ركنيات للنادي الاهلي، ده عشان نادي بايرن ميونخ منع النادي الاهلي من الوصول الى منطقه جزاء. خلي بالك انت على شاشه قناه الاهلي وبتقول الكلام ده عادي؟ طبعا عادي، ايه مشكله؟ عادي صح. احنا بنحب الكوره، احنا الحمد لله احنا قبل اي طبعا، واحنا واحنا ما عملناش اخطاء، ما احنا عملنا اخطاء، احنا نعمل اخطاء عشان نتعلم والماتش الجاي نلعب احسن. ناخد النهارده خدنا 5/10، نشتغل على نفسنا المره الجايه ناخد 6/10. لكن منظومه النادي الاهلي يا كابتن اسلام، منظومه النادي الاهلي ما فيهاش ترمين، ما فيهاش يعني ايه كلمتين، ولا عندنا شماعات برافو عليك، ولا عندنا جلد زاد زايد عن اللزوم، ما عندناش المفهومين دول، مش عندنا. احنا في مشكله نصلحها ونحسن، احنا كويسين نشوف ازاي نحسن اكتر.